تركيا تبين ان الفيديو قديم ديجا، هو كان في حدود تركيا باقي حاصل في شي مدينه من بين المدن. السلام عليكم، كنتمنى نهاركم يكون دايز مزيان. انا عاد سالي باش نهز التليفون ندير لكم ستوري. المهم الناس ديال السومير راهم غاديين مزيان بخير، ما كاين حتى مشكل. قال لي راه كلشي غادي مزيان. المعلومات اللي وصلتني السيد اللي اصلا ديجا طاقاني داك الفيديو قال لي تبين ان الفيديو قديم ديجا، ماشي عاد هذا الشيء اللي يلاه بان، وماشي حتى في هذوك الحدود، هو كان في حدود تركيا، سواء مغربي كيف قلت لكم، سواء ماشي مغربي، سواء فيديو سواء قديم. عفاكم ما بارطاجيوش هذاك الفيديو حيت كاين حرمه ميت كيف قلت لكم البارح. مهم لا عندي شي معلومات اخرى غدا نقولها لكم. بالنسبه لواحد البنت تواصلت معايا البنت وقالت لي فهذوك لي كاستيون اللي خليتكم البارح في ستوري، قالت لي بان خوها باقي حاصل في شي مدينه من بين المدن. المهم الا كنتي كتشوفي ستوري راه صيفط لك ميساج جاوبيني وعطيني معلومات ديالك. شنو اخر بنقول لكم؟ بنهضر على قبل الادماج ديالنا حنايا الطلبه هنا في المغرب وكيفاش ومناش واش كلشي كيتدمج. اخوان وزاره التعليم دارت السيت وحطينا كنحطوا فيه الاسماء ديالنا وكيتم الدمج ديالنا، ولكن عن طريق انتقاء. طريق انتقاء هو انهم يشوفوا الغولفيتمون ديالك تما في تما، يعني في تخصص اللي كنتي تما. ما عرفتش انا كيفاش غيديروا لها كي تيجيبوا الغولفيتمون. صراحه انا ما عرفتش حيت الغولفيتمون الاغلبيه الناس راه باقي عندهم في اليونيفرسيتي، اللي عنده شي فكره يقول ليا. ولكن المهم غيديروا الانتقاء على حسب لي نوت، وغادي يدخلونا لهذوك التخصصات اللي حنايا كنا فيها. انا ما كنبغيش ننشر النيجاتيفيتي، ولا كنبغي نلقى مشاكل ولا نلقى اعاقات لا سميتو، ولكن كاينين بزاف الاعاقات. اولهم ان التخصصات اللي حنايا كنا دايرين ما متوفرينش هنايا بالنسبه للناحيه الدوليه ولا الناحيه العموميه، كاينين غير بريفي وقلال بزاف. بالنسبه للتخصص اللي دايره انا مثلا كيما بزاف الناس حتى هما، خليوني من الطب ومن الهندسه المعماريه، وخليوني من الاخر سميتو من الفرنسي، خليوني من هذوك باينين، وهما اللي يتم دمجهم حاليا هاد الساعه، هاد ثلاثه تخصصات فقط. ولكن كاينين تخصصات اخرين ما متوفرينش في العمومي كيف قلت لكم. المهم هادشي فيه بزاف ديال الحوايج اللي معقده. اي بون كيف ما هي حالتي معقده، راه حال بزاف ديال الطلاب معقده، ماشي غير بوحدي. والمهم حيت اش كنقول، واخا هكا كنقولوا الحمد لله ملي خرجنا من تما سالمين، واخا شفنا هذاك الشيء، واخا عشنا هذاك الشيء ماشي مشكل وهكا. ولكن ما عرفتش، انا ما نكذبش عليكم باش نكون معكم صريحه، انا عندي نيشان. انا كيف حطيت رجلي في رومانيا، صافي طبع لي باسبوري، حطيت رجلي في رومانيا وليت كنفكر اش ندير. هادشي اللي كنت انا عايشاه واللي كان عندي، شنو واش فرانكشتاين غيضيع؟ شنو واش غنعاود نبدا ازيرو؟ وهاد الجمله بالضبط هي اللي صعيبه انك تبدا ازيرو، خصوصا انك تكون ما بديتيش بسهل. ولكن ماشي مشكل، حتى ربي اللي كيكتب لينا، وربي اللي حط ارزاقنا مقسمها لنا، وراه غتوصلنا غتوصلنا. هي باش نكونوا واضحين، يعني ارتاحوا وربي كبير. رساله رابيدمون لجميع الطلبه اللي رجعوا للمغرب ما بعد هاد الازمه اللي عشتيوها في الاوكران. كنت كنهضر مع علي في البريفي، وانا عارفاكم باللي فوزيت ستريسي، ما عارفينش غادي ديروا بالمستقبل ديالكم، كتسولوا راسكم واش هاد العام ضيعتيه، شنو غادي ديروا دابا، فين غادي تقراو. عرفوا اولا راكم ماشي بوحدكم، راكم جزائريين تونسيين وطلبه ديال جميع العالم اللي طاحوا في هاد الحرب. عرفوا باللي النيه ديالكم كانت مزيانه، عارفين باللي بغيتيو تقراو وقابطين في القرايه ديالكم، قابطين في المستقبل ديالكم، راه ربي ما غاديش يخيبكم. ديما غادي يكون واحد الحل اللي هو حسن ما كتعرفوش شنو الله مخبي بوغ فو. بيرتي با اسبوار، اي بروني هاد لو طو، هاد الوقت دابا اللي عندكم، عرفوا راسكم فيه، عرفوا راسكم، قراو الكتبه، حاولوا تفهموا بالضبط شنو واقع. هادشي كله غادي يصير واحد النهار وغادي تفكروه. Que ça, c'est vrai. Mon accent a changé. Quand j'étais au Québec, je parlais avec beaucoup plus un accent québécois. Quand je faisais mes vidéos, je faisais beaucoup de vidéos de droit, de ce qui se passait là-bas. Donc normalement, sans le vouloir inconsciemment, j'avais un accent plus québécois. Et c'est vrai que depuis que je suis
En France, c'est vrai que inconsciemment, encore une fois, je parle de sujets un peu plus de ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Maroc surtout. Donc inconsciemment aussi, j'ai un accent qui devient beaucoup plus français. Et moi, j'ai toujours été à l'aise avec les accents. Donc je parle quatre très belles questions, notamment quelle belle est la journée internationale des droits de la femme. Et là, pour moi, le succès d'une jeune femme, il doit se traduire par la qualité. Pour moi, la jeunesse, c'est l'âge, mais 17 ans et 23, 24, 25. Elle s'éduque, donc c'est-à-dire lire des livres sur la vie, sur le développement personnel, tahawl tsafri lekel imkaniyat rasha bach t'allem fi dunya, t'allem lughat, t'allem tehder bzaf d lughat aussi. Pour moi, c'est très important. Une jeune femme qui n'hésite pas à s'imposer, à donner son opinion, à s'impliquer, donc dire vous avez des activités, les associations, de la salle parascolaire. Pour moi, c'est ça en fait le succès d'une jeune femme. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup, beaucoup de messages pour des gens qui me posent la question par rapport aux études en droit. Moi, je suis là que pour un échange en France, mais j'étudie le droit à Montréal. Je vais graduer cette année. Je vais être licenciée dans 2 mois, Inch'Allah. Alors, c'est sincèrement la meilleure formation parce que ça nous donne un contenu incroyable, ça nous permet d'avoir des esprits très 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 analytiques, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de pouvoir analyser des sujets complexes. Donc oui, franchement. السلام عليكم حبايبي كي داير لاباس عليكم بزاف الناس كيصيفطوا لي دي ميساج على داك الترادينغ انا ما صحابنيش انه يعني قمار انا كيصحابني هو انه انتوما كيعلموكم وتوريكم كيفاش انكم تربحوا من البورصه اما باش يكتبوا لي في العناوين انني داكشي ديال التريدينغ باش درت انا الفلوس درتهم بخدمتي درتهم بعرايساتي درتهم بالطرقه اللي كنشد بليل بالنهار هادشي اللي كاين ما بقاش يكتبوا لكم عنوان وتيقوا جواد كيفاش جواد باش دار الفلوس انا ما درتش الفلوس بالتريدينغ ولا داك التريدينغ واش يقولوا لها كما كنعرف انا الوقت اللي درت الاشهار قالوا لي كوا انهم كيديروا دي جروب وتيعلموا الناس كيفاش يربحوا من البورصه ماشي انهم يكتبوا لي في عنوان كوم كوا جواد قنانه دار الفلوس بهذا الشيء اختي ما درت الفلوس تقمرت عمري درت الفلوس تقمرت انا ما صعبش نجيكش فيه قال لي قال لك شرع قمار انما الخمر والميسر والازلام ورجس المعامل الشيطان باش تجنبوا لعلكم تفلحون انا اللي كتب باقي كتب جواد دار فلوسه من داك الشيء ما نسمح لي غدا قدام الله الله لانه بزاف الناس يدخلوا عندي الخاص جواد هذاك الشيء تريدينغ ولا ترادينغ ولا ترودوغوند ولا بعض كاع سيدي حياه تمو انا ما يكتبش عليا انسان عنوان انا درت الاشاره على اساس الناس تدخل يدخلوا من جروبات ويعلمهم كيفاش يربحوا الفلوس من البورصه وداك التخربيق مي انا واحد الانسان كتب ليا في عنوان في تصويرات كمارتي في قمقومي في قمقومي في ماتريكو ديال 26 يكتب ها كيفاش جواد دار الفلوس باش دار الفلوس لا خويا ما تكذبوش عليا وما تحطوش عليا الباطل انا درتهم بالتماره ما درتهمش بداك الشيء ما عمرني عرفت الشيء انا جوست قال لي عافاك ديال الاشهار بيت انه الناس حنا كنربحوا الفلوس بداك الشيء ديال البورصه كنعلموا الناس كيفاش يربحوا الفلوس من البورصه انا ما صحابنيش لهذ الدرجه تكذبوا على عباد الله ما بقاش شي حد يقول لي جواد قال لنا دار فلوسه من ترادينغ ولا تريدينغ ولا جرو تيكينغ ضرب تماره الله يجازيكم بالخير انا ايه درت الاشاره ولكن على اساس انه كيعلمكم كيفاش تربحوا الفلوس من البورصه ماشي يقول لكم جواد قال انا عنوان دار فلوسه من هذا الشيء ما درش اخوتي فلوسي من داك الشيء درت تماره طرقان مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار